موضوع نور حديثنا في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة غادي يكون أهل البرص. صباح الخير وأهلا بيك دكتور مرتقي. أهلا وسهلا. صباح النور لله، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بيك، وأنا كنشكر باسم كل مستمعي الكرام لأنه عارف المواعيد ديال كل مرضى ديالك في الصباح، ولكن تزمتي المواضيع طبعا بالموعد وأنت حاضر معنا، وكنتمنى يكونوا في الاستماع كنعتذروا اليوم لأنه كذلك التوعية ديال كل الأوفياء طبيعة الحال وكل المغاربة بأمراض اللي كتهم الصحة والسلامة ديالهم هو واجب علينا احنا كإعلاميين وأنتم كأطباء. فمرحبا بكل أسئلتكم اللي كتتعلق بموضوعنا اليوم. أرقام التواصل معنا كالعادة راه الإشارة هي 05 22 46 52 51 أو 05 22 43 00 09، وإلا عن طريق رقم 5080. ما تنساوش في أول SMS ولا في أول الرسالة ديالكم كتكتبوا كلمة صحة SHA تخليوا فراغ وتبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080، فما SMS هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. فاحنا غادي نبقاو لحظة مع أولى اختياراتنا الغنائية في هذا الصباح، نسمعوا ليها وراجعين لكم واش نشوفوا فين. على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم من جديد كنرحبوا بكل الأوفياء بحلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة، وكيف ما شرنا موضوعنا فيها اليوم على البرص بحضور الدكتور عبد الله مرتقي اللي هو طبيب أخصائي في الأمراض الجلدية والشعر. مرحبا بكل أسئلتكم، أرقامنا دائما هي 05 22 46 52 51 أو 05 22 43 00 09، وإلى عن طريق رقم 5080. فقط ما تنساوش في أول SMS كتكتبوا كلمة صحة SHA تخلوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. في البداية دكتور عبد الله مرتقي، ربما ذاك الخلط اللي كنحسوا به عند الناس ديال الفرق ما بين البرص والبهق، يعني مازال الناس ما كيقدروش يفرقوا بيناتهم، وربما اليوم في حلقة برنامج صحة وسلامة معاك بغيت نعطيو المستمعين الكرام توضيح أكثر على الفرق ما بين البرص والبهق. نبداو به هو في البداية ومن بعد نمشيو باش نتكلموا على الأعراض اللي هي خاصة بالبرص وطرق التشخيص والعلاج كذلك. بالفعل بالنسبة كاين فرق كبير ما بين البرص وما بين البهق. إذا خص الإنسان يعرف بأنه ماشي أي بقعة بانت بيضاء راه البرص. إذا بالفعل تيجوا بزاف ديال الناس عندنا تيستاجروا تيقول لك راه الدكتور عندي البرص، ولكن تدير تتقلب تشوف بأنه هو ماشي البرص، راه داك غير البهق. غير البهق أولا ماشي غير حتى البهق، تيكون مثلا غير مثلا الإنسان تيكون تعرض للشمس شحال هذه واحد البلاصة تبرونز أكثر من الأخرى، وتتولي إذا واحد البلاصة عنده سمراء وبلاصة بيضاء شوية، وتيجي مخلوع تيقول لك راه البرص ولكن هو ماشي البرص. تنديروا تشخيص بواحد لاباراي وتنشرحوا للمريض بأنه هذا راه ماشي البرص، راه غير البهق ولا غير نقص في واحد المادة ديال الميلانين، وتنعطيه الأدوية وتيمشي المريض تتكون نتائج بسرعة. نعم. بسرعة ترجع للون ديالو. طيب وبالنسبة للبرص؟ بالنسبة للبرص أولا نعرفوا البرص، البرص هو واحد مرض وراثي غير معدي، وهو عبارة عن بقع بيضاء البشرة تبدا تفقد داك اللون ديالها، ماشي كاع تتبان بقعة وحدة، تتبان واحد البقعة وحدة بيضاء، الأماكن تتصاب بزاف اللي فين تيبدا في الأخص في غالب الأحيان وهو تحت الإبطين ولا الأعضاء الجنسية، ولا الأماكن تتعرض للاحتكاك كالركبتين كالهنا المرافق، وتتبان واحد لاطاش بيضاء هكذا، من بعد تيدوز واحد المدة تتبان واحد لاطاش أخرى وتيتم غادي وينتشر. وكاين بعض الحالات اللي تقدر تبان غير واحد البقعة وحدة وتتبقى مدة طويلة ما تبقاش ينتشر، تيتحبس هكذا. بالنسبة للدراسات العلمية الآن مازال ما تعرفش 100% شنو هو السبب، كاين واحد النظريات، واحد النظرية الأولى وهي بأن الجسم تيدير واحد ليزونتيكور، واحد تيفرز واحد المواد، واحد ليزونتيكور، واحد المضادات تبدا تاكل داك الميلانوزوم اللي تيدير اللون ديال الجسم تبدا تاكلو، وكاين واحد الفرضية أخرى، هادو هما اللي صحيحين مثلا اللي متبوتين، واحد الفرضية أخرى وهو الجسم ما تيبقاش يسكريت واحد لي غادي كوليبر من تيأدي لدوك الخلايا الميلانوسيت ديال اللون تيبداو تينقصوا وتيبداو يبانوا هاد البقع. إذا تنزيدوا نذكروا وخص الإنسان ماشي أي بقعة بيضاء بانت راه البرص، والإنسان تيبدا يتخلعوا هذه وتيكون تيديبريمي وتيجي تيبكي، وهذه على طول هو يقدر يكون غير راه كما قلتي البهق أو لا غير نقص واحد الميلانين. نعم. غادي نتواصل مع المستمعي الكرام، ناخذوا أول مكالمة معنا أمينة من سيدي إسماعيل. صباح الخير أمينة. عليكم السلام اختي عفاف، كي دايره لاباس؟ الحمد لله، تحيه الناس ديال سيدي اسماعيل في هذا الصباح امينه. بارك الله فيك اختي، كي دايره الدكتور لاباس؟ لاباس على الله يبارك فيك. الحمد لله، كي دايره اختي عفاف لاباس؟ الحمد لله امينه بالف خير، مرحبا بك. بارك الله فيك اختي. اختي عندي واحد السؤال، انا عندي البرص في يدي لا يخري. عندي البرص كنحكو بزاف. نعم، ولكن امينه واش مشيتي عند الطبيب باش اكد لك راه برص؟ نعم. درت تحاليل
دورت وما لقيتش النتيجه. شحال في العمر ديالك يا امينه؟ 28 سنه. نعم، وبالنسبه للبرص بان عندك يعني من البديه ولا حتى كبرتي شويه؟ يا اختي كان كيجيني من العين، العين كانوا فيا شهر 7 وكيحيد شهر 1، وهاد العين ما حيدش كاع. نعم، وفي العائله ديالك كاينه هاد الحاله شي حد عنده البرص؟ لا اختي ما كاينش. ما كاينش. انا الوحيده. سمحي لي، عندك غير في يدك ولا منتشر في مناطق اخرى؟ عندك غير في يدك؟ كان في يدي اليسرى، كان في كل شيء وحيد الهدوة وفي اليد اليسرى. عندك في الصباع ديالك، فوق الصباع ديالك، فوق الصباع. لا في الصباع فوق، فوق من صباعي الفوق. اذا بالنسبه للمشكل اللي تتحكي خصك تفادي باش ما تحكي، لان انت تحكي هو يزيد يبدا تكبر هذيك لاباش. لا لا، هذا من جهه كيبقى يدوز بالدل. من جهه اخرى خصك تحتاطي، يا اما يدك تتعرض للشمس، تتعرض للشمس وتا ديك البلاصه تتوقع عليها واحد الغيطه تبدا تحكي، او لا اللحم تيبدا ينشف تيبدا السيد يحك. نعم، ربما ماشي غير الشمس، كنعرفوا دكتور مرتقي انه السيدات مع ديك الاشغال ديال الدار مثلا السخونيه ديال الفران تقدر كذلك تزيد هذا المشكل. نعم، تتولي هذيك البقعه اللي فيها البلاصه تولي حساسه جدا. اذا خاصها تفادى الحراره. خاصها تفادى الحراره. والحكه كذلك. دير الكريمات. الحكه اللي جبتها في الحكه، الناس اللي فيهم البرص ننصحهم باش ما يمشيش للحمام ويبقى يحك، يبقى يحك يحك، لان كاين واحد الفينومين تيسمى دكوبنيغ، وهو الا بقيتي شديتي غير لبستي واحد المكانه صغيره عليك وانت راه عندك ذوك الجينات ديال البرص يخرج لك في هذيك البلاصه. نعم. اذا خص الناس ما يبقاوش يحكوا، ما يكون الحوايج ما يكونش مزيرين عليهم، وحتى باش يبراق هذا البرص منين تتجي للكولوغاز، منين تيبدا اللون يرجع من البلاصه اللي ما مريضاش. نعم. من تما تيبداو الخلايا تكاثروا حتى تضرق هذيك لاطاج، ولكن الا مشات الانسان تيبقى يحك ويتروماتيزي في هذيك البلاصه، تيحك في هذيك الخلايا، الا كان غادي ترجع لي اللون على عام ولا شهر ولا ثلاثه ولا ما يرجعش، يبقى تيتروماتيزي في هذيك البلاصه. نعم. يجب تفادي الحكه. يعني بالنسبه لهذه السيده فتحت السؤال في الحك، اذا بالبرص يا اما تكون عندها شي حساسيه في يديها في البلاصه اللي في هذيك البقعه، تدير لها الكزيما وتبقى تحك، ولا تنشف لها اللحام، ولا مع الاشعه الشمس تتحرق لها. نعم. اذا 0522 46 52 51 او 0522 43 00 59 تمانين لكم الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا. معنا سميره هذه المره من تارودانت. اهلا وسهلا بك سميره. بارك الله فيك لاله عفاف، كي دايرين بخير؟ الحمد لله. لاباس، توحشتكم بزاف، ديما كنتصل ما كيبغيش يشد الخط. مرحبا بك يا سميره. بعدا كنذكر سميحة اللي في المستقبل المكالمة، تنذكرها بزاف بزاف، ومن هذا المنبر كنبلغ سلامي لبناء وهاز، راه ما نسيناهاش، وبارك الله على إذاعتكم كتحمق، بارك الله. الله يبارك فيك يا سميرة. السؤال ديالي انا اختي اللي بغيت نقول لك، بالنسبه للماكله التغذيه، دابا بحال دابا كنعطي لولادي الحليب في الصباح وفي العشيه ياك، وبحال النهار كندير لهم الغداء الحوت، في العشاء بحال دابا يبغوا ياكلوا البيض ولا يبغوا كذا في العشاء ولا في الكسكرو، كتقول لي امي لا راه ما مزيانش تخلطي لهم بين الحوت والحليب والبيض، راه كيدير البرص، بغيت نعرف واش هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح. اي، وكنشكركم بزاف بزاف. شكرا لك سميره، تواصلتي معنا من تارودانت، وبالفعل شائع هذا الامر عند الكثير من المغاربه دكتور عبد الله مرتقي، انه مثلا الحليب مع البيض ولا الحوت راه كيخرج البرص، ما خصناش نخلطوهم. وهذا هذه اشاعه خاطئه، لا علاقه بين الدراسات الحديثه الان تثبتت هذا الشيء، بان لا علاقه ما بين الاكل وما بين البرص. نهائيا. وكلا جيت غير تشوف مثلا الحليب والبيض والحوت، راه تيدير واحد لا موفيز ديجيستيون في الجسم. مي بالنسبه للبرص لا علاقه. السيد ولا خاصه الاطفال تيمشيو تيبداو يداووا بالاعشاب، ولا تيمشيو عند شي واحد راه تيحدوا ولا تيديروا هكذا، وتيبدا حيد البيض، حيد الدجاج، حيد البنان، حيد لافوكا، والدري مسكين تبقى عليه لانيمي، ما تيبقاش يتزاد في النمو. لا علاقه ما بين البرص والاكل نهائيا. نعم، ناخذ فاطمة الزهراء معنا من سطات هذه المرة. أهلا وسهلا بك فاطمة الزهراء. صباح الخير لالا. مرحبا بك. صبحتي لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك فاطمة الزهراء. أنا أول مرة كانت تواصل معكم في البرنامج ومستمعة جديدة للميدي أن تي في. ميد راديو. ميد راديو صادق. أهلا وسهلا بك فاطمة الزهراء، إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. إن شاء الله، بارك الله فيك. عافاك، يمكن نتواصل مع الدكتور؟ مرحبا. صباح الخير دكتور. صباح الخير لالا. السلام عليكم، لاباس؟ السلام ورحمه الله، الله يبارك فيك. عافاك، انا بغيت غير نسول، عافاك، الراجل مول الدار عندي زعما. نعم. كان وقع له واحد المشكل في الخدمه. ويعني بلو ستريس وبالاعصاب وداك الشيء، خرجت له واحد النقطه في الشفتين ديالو في الجهه ديال الشمال. ومشى عند طبيبه اختصاصيه ديال الجلد، قالت له واحد لاباري قلبته، قالت له راه عندك البدايه ديال البرص. قلب، اسمحي لي، لا لاباري دخل واحد لا شومبر، واحد البيت فيه الظلام. هو ما مشيتش انا معه، هو غير حكى لي بان راه دارت له واحد لاباغاي وقلبات وداك الشيء، دابا اختصاصيه الجلد في الرباط، ولقات ذاك النقطه، قالت له هذه عندك البدايه ديال البرص.
ومن بعد سيدي هذيك النقطة بدات كتزيد شوية بشوية، ولكن ما انتشرتش بزاف. نقولوا تقريبا بحال شي ديال البقع، يعني اللي كبرت غير شي شوية ماشي بزاف. نعم. هذه مدة تقريبا شي 5 سنين. ولكن من تحلوا المشكل ورجع العمل ديالو وعوضوا على داك الخطأ اللي زعما وقع، كنحس بأن سيدي ارتحت ولا مزيان، ولكن داك الشيء ما انتشرش، بقى يعني محدود. نعم. وتفتي يدير شي دواء، تيدير شي حاجة ديك لاطاج ولا ما تيدير والو؟ كانت طبيب عطاتو واحد تريتمون كان دارو، ولكن ما كانت حتى شي نتيجة. ومن بعد هذه تقريبا شي 5 سنين شي عائلة كنعرفوهم جابوا لنا واحد بومادا من فرنسا كيديرها غير كتغطي. تتغطي مش كتولي حمراء. هذا اللي كاين. وما بانش شي بلاصة أخرى بحال هاد البقع مثلا في الأعضاء الجنسية ديالو؟ لا، ما عندوش غير في الوجه ديالو فقط. من داك المشكل اللي وقع له خرجت له داك النقطة، يمكن قلت أنا بالأعصاب بالفعل وتفاجأت بأن وجهه كنت خايفة، أنا كثر منه كنت خايفة لأني كنشوف الناس فيهم البراس وجههم كيمشي كله ولا. نعم بالفعل. لا كاين حالات ديال الضرس اللي تيبقى محدود ما تيتزادش، وبالفعل هو عنده علاقه مع لو ستريس، مع اللي يقدر يكون فاكتور هو اللي ديكلونشي كيما وقع السيد عنده مشاكل في الخدمه، وبالفعل لا ارتاح في العمل ديالو داك الشيء يتحد، لانه تم الاثبات لان كاين علاقه ما بين هذيك الخلايا اللي تبدا تاكل هذاك الميلانوزوم ولو ستريس. نعم. طيب شكرا نرجع دائما نواصل حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه بحضور الدكتور عبد الله مرتقي اخصائي في الامراض الجلديه والشعر. رجعنا مش نواصل ايمان حلقه اليوم على الاذاعه القريبه منكم دائما مد غاديو فاصل اعلان وراجعين مباشره من بعده، خليكم معنا. خذ راحتك مع ميديتان واستفد من نصائح صحه وسلامه. ميديتان ديما راحتك. البراس هو مشكل صحي مرتبط اما بالوراثه او بالضغط والتوتر النفسي اللي كيقدر يتعرض ليه الانسان، وكيقدر يبان من الولاده او لا يظهر من بعد، ويقدر كذلك يظهر في اماكن معينه في الاول بحال تحت الابطين والاماكن الحساسه، ومع زياده بعض العادات بحال الحكه ديال هذه المنطقه او التعرض للحراره فهو كيحفز على انتشار البراس في اماكن اخرى. فلان الوقايه هي دائما خير من العلاج، اليوم شهر الدكتور عبد الله مرتقي اللي هو طبيب اخصائي في الامراض الجلديه والشعر لتفادي الحكه عند الناس اللي هما مصابين بالبراز في هذه الاماكن، وكذلك التعرض المفرط للحراره، وما نساوش كذلك التخفيف من الضغط والتوتر النفسي اللي كيقدر يتعرض ليه الانسان سواء داخل طبعا الدار ديالو مع الاسره او حتى في العمل، ولا كذلك في الشارع بعض المرات في مواقف اللي كنشوفوها وما كتعجبناش وكتقدر تاثر على النفسيه ديالنا وتعيشنا في هذا الضغط والتوتر. وكانت هذه نصيحه اليوم. علامات غاديو الاذاعه القريبه منكم، رجعنا باش نواصلوا حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه بحضور الدكتور عبد الله مرتقي طبيب اخصائي في الامراض الجلديه والشعر. غادي نمشيو دابا باش نتكلموا على نقطه اللي هي خاصه بالتشخيص ومن بعد للعلاج الدكتور مرتقي، لانه الكثير من المستمعين الكرام فاش يتواصلوا معنا عن طريق رسائل الاسماس كيسولوا على العلاج ديال البراس واش كاين او لا. لكن مستمعه اللي كتقول انا مشيت حتى فرنسا ولكن البراس مازال فيا لحد الان، وانا كنقول بحكم الوراثه لانه كاين في الاخ ديالها وكاين حتى في الاب ديالها. إذن بالفعل كما صرنا في الأول التعريف ديالو هو مرض وراثي غير معدي، ولكن بالنسبة للوراثة نرجعوا لها ماشي راه فيك في السيد غيخرج بالضرورة يخرج في ولده ولا في بنته. ماشي 100%، ما تنساش سي با أوتوزوميك دومينون، يعني كاين واحد الأمراض نقدر نسيتهم ليك وهو إلا كان المرض في الأب ولا في الأم راه تيخرج في الولد سيستيماتيكمون. البرص لا، يقدر يكون في الأب وماشي بالضرورة يخرج في الولد ولا في البنت ولا في الأولاد ديالو. بالنسبة للتشخيص، التشخيص كما شرحت لك في الأول ماشي أي بقعة بيضاء ولا نقص، لا الانسان بدا يتخلع ناري راه البراس هذا ناري ما ينعش ويزيد في الضغط ديالو. التشخيص ديالو هو اولا الطبيب الاخصائي خصو يدخل تيمشي عند المريض، خصو يتعرى تنقلبو في واحد لاشومبر واحد البيت تيكون مظلم، تندير واحد لاباري، واحد لاباري سبيسيال تسمى لا لوميير دو، هذيك لاباري تتبينو واخا تيكون واحد الفرق باللون تتبينو 100% تيبان، واحد تيولي ابيض هذوك البقعة تتولي بيضاء، تيكون دوك البورتو ديالهم داك الجواني ديالهم تتكون دايرة شوية هكذا، تلقاو وتيبين هذاك الفرق ما بين هو وما بين البهق. بالنسبة للبهق تيعطينا دوك البقعة تيوليو صفرين، الوغ في البراس تيوليو بيضين، بحال الحليب، أنا صبي بحال الحليب. بالنسبه ما تنديروش اشياء اخرى، مثلا تحاليل ديال الدم ما تيبانش، تنديرو التحاليل ديال الدم اللي يكون شي مرض اخر اسوسي مع البراز. مثلا لاحظ الامراض الاخرى مثلا كالغده الدرقيه كالسكر كواحد الانيمي تتكون هادشي باش ندير التحاليل ديال الدم. ما تنهزوش الحيمه باش نقلبوها، لان باين صاصيراري هذيك تنديروها، انا بغينا سميتو نديرو بحوث علميه ولا شي حاجه. اذا هاد لاباري راه هو كافي عن الطبيب الاخصائي باش يحط التشخيص ديال البراز. نعم. طيب من بعد العلاج هنا كيف كيكون؟ اذا بالنسبه للعلاج تيختلف،
من شخص لشخص على حسب البشره ديال كل شخص، على حسب داك النوع ديال البرص، واش سيغمونتير محدود ولا منتشر في الجسم كامل، على حسب السن ديال 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 الانسان، على حسب الاماكن فين كاين هذا البرص. العلاج هو كاين شتى ديال العلاج، كاين اولا ما يسمى بواحد المرهمات ديال الكورتيكويد تنديرو باش تيحبسهم داك الالتهاب، ما تيخليش الانسان يبقى يحك تيبدا يرجع. تنعطي واحد ما يسمى بلي غادي يكون واحد ليزوتي، واحد اللي غادي يكون ليبر، واحد الادويه تياخذها الانسان عن طريق الفم باش تنقص، ما تخليش هذوك ميلانوزوم يبداو يتكالوا من طرف الخلايا. تنعطي واحد ادويه اخرى عن طريق الفم اللي تقوي من الابسورسيون ديال اشعه الشمس باش تعالج هذاك السيستم الامتياز اللي بدا تيعي عند الانسان. تنعرضوا بعض الاشخاص اللي عندهم منتشر في الجسم كامل بعض واحد لي جي في بي، واحد 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 لاباغاي، واحد لا ماشين، وتنعطيهم واحد الاشعه، ولكن غير هذه الاشعه تنحب نشير لها، وهو خصنا نحسبوا شحال من حصه تعرض لها هذا الشخص، لان الجسم عنده واحد الميموار تيعقل، وتنبداو نحسبوا شحال من جول تياخذ. كاين واحد النوبر ديال لي جول اللي ما خصناش نفوتوهم. كاين واحد الادويه دابا اللي دابا ظهرات جديده، ما حس ما السوق لحد مازال كاينش في المغرب، ولكن تنكتبوا الناس يجيبوها من فرنسا، تتعطي نتائج جد حسنه. وكيقدر الانسان يعني يرجع للون ديال البشره ديالو الاول، خاصه في الوجه. في الوجه تيرجع بواحد السرعه غطي سرعه فائقه. كاين دراسات حادثه مثلا الان وبحوثات لما يسمى بليغريف ديال البيلانوسيت، هادوك الخلايا اللي تيعياو تنهزوا للشخص من مناطق اخرى وتنعزلوهم وتنانجيكتيهم ليه في هذوك البلايص اللي مشى منهم اللون. نعم، الحمد لله الطب دائما يوميا يعني في تطور، فعلى الاقل ربما يعني هذه سنوات قبل كان المشكل ديال البلاص خصوصا بالنسبه للوجه عند السيدات يعني كيعيشها في واحد النفسيه اللي كتكون مازمه بزاف. اليوم الحمد لله كيف ما شرتي كاين مرهم اللي كيقدر يعني النتيجه خصوصا على مستوى الوجه كتكون فائقه، يعني كيرجع ليها اللون ديال البشره ديالها. كان سؤالي دكتور عبد الله مرتقي بالنسبه للون ديال البشره، واش كيلعب دور المشكل ديال البلاص ولا لا؟ الناس اللي البشره ديالهم سمراء والناس اللي البشره ديالهم بيضاء، شكون اللي كيكون معرض اكثر؟ هو بالنسبه للبرص يقدر سمعي تيصيب المراه كما تيصيب الرجل بنفس الفريكونس، البشره بحال حتى اللون ديال البشره ما كاينش، ولكن غير اللي تيكون سمار بزاف في ساعه تيبان عنده، تيبان لان معاه هو سمار وتلبغ باش تيولي يبان، النفسيه ديالو اما اللي تيكون ابيض راه كاين اللي ابيض بزاف ما تيبانش عنده، حتى تدير هذيك لاباغاي. ناخذ هدى معنا من مدينه الرباط، اهلا وسهلا هدى، صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله هدى. لاباس عليك كديره؟ الحمد لله مرحبا بك. كنشكركم مزيان بزاف على هذا البرنامج ديالكم كتفيدونا فيه. شكرا لك هدى مرحبا. الله يخليك، بغيت نشوف مع الدكتور شنو هي الاسباب ديالو اللي كتخلي البرص يظهر. ما تابعتيناش من اول الحلقه، يلاه التحقتي بنا هدى. هذاك الشيء اللي كاين. طيب ان شاء الله نعاود نذكروا بها، شكرا لك تواصلتي معنا من الرباط. ناخذوا ياسين هذه المره من رشيديه، صباح الخير ياسين. ياسين معنا؟ ويصبح الخير. اهلا وسهلا. اختي مين كنسول الدكتور؟ مرحبا. الله يبارك فيك، صباح الخير دكتور. صباح الخير اسيدي، تفضل. دكتور بغيت نسولك، عندي واحد طبايع خرجوا لي في الرجل ديالي. رجليك بجوج؟ هما طبايع بوي بزاف. في رجليك بجوج؟ خرج لا، خرج لي في اليسر وفي الظهر ديالي خرجوا لي طبايع بوي. بيضين بحال الحليب. اه بويض بزاف. مشيت درت تشخيص عند واحد الدكتوره ديال الجلد، عطاتني شي بوماده ولكن ما لقيتش، ما كانش زعما شي نتيجه. واش قالت لك التشخيص؟ اش كان التشخيص ديال الدكتوره؟ قالت لي ربما يكونوا طفيليات، ربما سميتو ما كانش نتيجه. عاوتاني بقيت تندير واحد الدواء ديال الاعشاب، رجعت ثاني سميتو التداوي بالاعشاب. تحرقات لك الجلده ديالك؟ نعم. تحرقات لك الجلده ديالك من درتي الاعشاب؟ لا لا ما تحرقاتش، قال لي هذاك الطبيب عطاني واحد سميتو تناكلو مر الفطور ساعة، وعاوتاني تنجلس ساعة وتندينو تنخليه معرض للشمس، ولقيت تحسن وبغيت نعرف واش هو برص أو لا به كبير. إذا بالنسبة كما شرحت لي في الأول، من تنديرو هذيك لاباغاي تتفرق لينا ما بين البهك وما بين البرص. نعم. إلا دار الطبيب التشخيص ديالو راه المريض تنقولو ليه تكونو صريح مع المريض. شي مرات يكون ولد تيجي مع الباء وموت الام تقول لك اسيدي ما تقولش قدامه، راه تنقول ولكن تنقول تنصارحوا للاباء راه البرص هذاك، لان ما نقدرش نبقاو نقولوا للمريض راه بهاك وهو راه في البرص. بالنسبه لهاد السيد مادام بانت لي في رجلو وبانت طاش اخرى بيضاء وقال لي بيضاء تماما، تنقول واحد غيكون البرص. بالنسبه
التداوي بالاعشاب شار ليه السيد كاينه واحد الربيعه تيديروها هي اللي تيديروها العشابه تتعرض للشمس في الديره وتتعرض تدهنها وتتعرض للشمس تتاثر بالشمس بزاف هاد تيجوا عندنا حالات اللي اللحم كله تيتحرق من ديك المده اللي كيبقى يتعرض فيها للشمس تيتحرق تتبان واحد البقع كحله فيها الجناب ولكن مع الوقت ديك البلاصه تحرقت كلها تترجع بيضاء اذا حنا كطبيب اخصائي تيجي المريض يقرا مسجل الاعشاب ما تنصحوش بهذا الشيء ديال الاعشاب لانه تقدر تكون عندها واحد العواقب وخيمه على الجسم. نمشيو ناخذوا ليلى هذه المره معنا من مراكش. اهلا وسهلا ليلى. صباح الخير ليلى. مرحبا بك. صباح الخير دكتور. صباح الخير ليلى. الله يخليك. عندنا واحد الوليد ولد اختي كان تصاب بالبرص اللي كانت عنده 4 سنين. وتطلع كله بلي انه كان كيوريوها هذيك تحد هذه 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 هي ما خلات عليه حتى شي ولا سميتو الولد تطلع بالبرص. فينالمون ونعتو لها واحد الطبيبه كادير مشات عنده تداوى الولد برا ما بقاش فيه حتى ما سميتو انما قال لها ديك الاولانيه اللي بان في النهار الاول هي اللي عمرها ما غادي تحيي. وفعلا دابا الولد عنده 20 سنة وبقات لي ديك لاكخات في رجليه. واش بغيت نعرف واش هذه المسألة صحيحة ولا؟ نعم. إذا اسمح لي أرجع لي اللون ديالو كامل عادي. إيه اللون ديالو رجعت لي لابو ديالو عادية. صافي دابا الحمد لله ما بانوش دي طاش ولا شي حاجة ما بقاتش. والو بقات هذيك لاكخات اللي عنده في القريبة في رجليه. لاكخات ولا بقات بيضة تماما. إيه ديك الضريبة اللي بانت النهار الأول هي اللي بقات. نعم هذيك اللي بدات فيه بدات يعني. في اللواء ولا لا علاقه يمكنها حتى هي تمشي دونك ماشي الا بقات هذيك غنداوي كله تبقى هذيك هذيك البقعه لا 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 علاقه. نعم وربما هو في السن ديال 4 سنين لما كان صاب يعني دي دابا في العمر ديالو 20 سنه هذه 16 سنه والحمد لله يعني ما فعل السيستم ديالو الخلايا ديالو استجابت. نعم دابا كاين تخوف منها. نعم معنا اس ام اس دكتور عبد الله مرتقي مع المستمعه كريمه كتقول لنا كنتسنى الموعد ديالكم ديال كل يوم اربعاء باش كيكون معكم طبيب اخصائي في امراض الجلديه ولو انه السؤال ديالي خارج على الموضوع ولكن صدقوني راه دائما كنتسناكم باش نطرح السؤال ديالي. حاولت نتصل بكم ما قبضتش ليا الخط. انا عندي واحد المشكل معقدني في الوجه ديالي بحيث عندي واحد العيب في الوجه ديالي في الجهه كتقول ديال النواضر ديالي عندها داخله بزاف وكتقول هذا الشيء كيخليني دائما كنعمل الفولاغ ولو انا ما كنبغيش بحكم العمل ديالي فالوجه ديالي كيبان المنظر ديالو خايب. بغيت غير نعرف واش البوتوكس يقدر ينفعني في هذه الحاله ولا لا. الجهه ديال النواضر ديالها ديال النواضر ديالها لا ريجون طومبورال هذيك عندها داخلين داخلين دونك ما تنديروش البوتوكس ولكن تنعمروهم بواحد البرودوي واحد الحمض لاسيد هيالورونيك تتولي يرجع الوجه ديالها عادي غير وخا تبقى ديرها كل سنه لان تنديروا هذيك الماده ومع الوقت تبدا تهبط. نعم تترجع الوجه ديالها عادي. نعم يعني مشو هاد المره نجاوب على السؤال ديال عتيقه من تماره كتقول انا يلاه دابا بانوا عندي زوج ديال البقع بيضين بزاف كيف ما قال الدكتور اللي معكم بحال الحليب في المنطقه الحساسه واش هذا هو البرص؟ انا خفت نمشي عند الطبيب باش ما نسمعش ديك الكلمه ديال البرص. اذا هذا تيبقى الجانب النفسي بالفعل خص الانسان الطبيب ينتبه شويه للشخصيه ديال النفسيه ديال المريض ويحاول بالتدريج يحاول يشرح ليه ويفسر ليه وتقلب تشوف لانه هو بالفعل في غالب الاحيان تبدا في هذه المناطق الحساسه. نعم. ويقلب ويحاول يعطي واحد الامال بانه راه ماشي كذب على راسي فريت راه تيداوى كاين ادويه دابا جديده اللي تتعطي نتائج مستحسنه ويحيد هذاك الشيء ويعطيها النصائح. لما يمكنش ثاني كما شرحت لكم باش نبقاو نكذبوا على المريض لا راه غير البهق وما نشرحوش للمريض راه يمشي المريض ويبقى يحك وما يعرفش احتياط هذاك الشيء ما غادي يتكاثر. بالفعل وربما هذا هو الامر اللي غادي ننصحوا به عتيقه من تماره راه هذاك التاخر ديالها في انها تمشي عند الطبيب لانها خايفه تسمع الكلمه ديال البرص هذاك في حد ذاته مشكل وممكن يتفاقم الامر اكثر. غادي نرجعوا نوصلوا دائما حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو فاصل اعلاني ورجعنا مباشره من بعده بقوا معنا. اغلى ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم دائما رجعنا باش نوصلوا حلقه اليوم من برنامجكم حوسلامة وحديثنا فيها على البرص بحضور الدكتور عبد الله مرتقي طبيب اخصائي في الامراض الجلديه والشعر. مرحبا بكل اسئلتكم 0522 74 52 51 او 0522 43 00 00 والى عن طريق رقم 5080. فقط ما تنساوش في اول اس ام اس ولا في اول رساله اللي غادي تبعتوا طبعا تبعتوا بها كتكتبوا كلمه بصحه اس ا اش ا تخليوا فراغ وتبعثوا السؤال ديالكم للرقم 5080. فمعنا اس ام اس من عند غزلان من فاس كتقول دكتور مرتقي انه الاخ ديالها كيعمل في الميكانيك يعني النهار كله هو في الشمس مؤخرا لاحظت ان واحد العينين ديالو تكونوا خطوط بيضين بزاف بحال الحليب فيبغى تعرف واش هذه بدايه ديال البرص ولا فقط غير الشمس هي اللي دارته بحال هكا. بالفعل الناس اللي تيكونوا تيخدموا في الشمس بزاف تيبان داك الكونتراست ما بين
مثلا البلاصه اللي تعرض الشمس بزاف تتبرونزا بزاف، والبلاصه اللي ما تعرضش الشمس ما تتشدش وتبقى يبان هذاك الاختلاف في اللون. اذا من الاحسن انه يشوف طبيب اخصائي باش يدير هذيك التقليد لاباري ويتاكد بانه ماشي 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 البراز. نعم. معنا كذلك اسمس اخر من عند مستمعه كريمه، هي ناديه من اكادير، كتقول انه عندها بنيتها في العمر ديالها عامين تزادت بزوج ديال البقع بيضين بزاف في الجهه اللي جات في الوسط ديال الصدر ديالها. طب هي لحد الان ما حاولت تشوف طبيب اخصائي الامراض الجلديه، ولكن كتقول واش ممكن يكون هذا برص زادت بهم البنيته. زادت بهم البنيته، هذا في غالب الاحيان، في غالب الاحيان تيكونوا ماشي برص، هذاك تيكون ما يسمى بحال التوحيمه. التوحيمه تتسمى انيميك، ما تيكونش في اللون. ولكن ما تخافش سيده، من الاحسن تمشي تشوف طبيب باش يتم التشخيص ويتاكد. ولكن تنظن ان واحد 99% بانه ماشي البراز، تكون واحد التوحيمه ما تيكونش فيها اللون. نعم. نمشيو هاد المره نتواصلوا مع خديجه من بوجدور. اهلا وسهلا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم دكتور. سلام لك. الله يجازيك بخير، عندي واحد السؤال الا كان ممكن. نعم. بالنسبه لي انا عندي البراز مده ديال 16 عام هذه، ولكن الوقت اللي بدا لي غير في الكرش. نعم. وبدا كيطلع لي الصدر ديالي وواحد بس ما بقاش كيتزاد. مؤخرا جاي المرافق ديال اليدين. بغيت غير نسول وبحال تلاحظ شي نقطات كحلين وسط ذوك البقع البيضين تلاحها في الوسط. نعم. خاصة نعرف واش هذاك نوع من البراس ولا حد وسط ما كيديروش لي هذيك لاباري. نعم. لا بالفعل هذا هو براس كما شرحت لك، كاين في هذه الحالات ديال تتكون واحد البقع بيضاء وتتختفي واحد المده وتبدا يبان كما قلت خاصة في المرافق وسميتو ديال ولا الركبتين، ومن بعد تتبان واحد النقط سوداء في الوسط، وهو بان الجسم تيبدا يحارب هذاك المرض وتيبداو يخرجوا ذوك البقع البيضاء السوداء. السيده تتعرف بان من هذيك البقع السوداء يمكن يبدا يرجع لها اللون عادي، دونك ما تبقاش تحك في ذوك البقع السوداء، ما تبقاش تروماتيزي بالحكام داكشي باش من تما يبدا يرجع اللون، وتاخذ الادويه. إذا كان تيمشي ويمشي ويختفي ويعاودها راه نورمالمون تيتعالج. نرجعوا للرشيديه مره اخرى باش ناخذ عبد الرحيم هذه المره. مرحبا بك عبد الرحيم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الرحيم. الراديو اللي حداك فيه ولا بعد عليه لانه كيرجع لنا الصدى ديال الصوت. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. شكرا لك عبد الرحيم. لا اختي عبد الرحيم كنتواصل مع الدكتور رافق على شي زعك عندي. نعم. عندي تقريبا واحد مده ديال تقريبا شي 5 سنين هذه في اليدين ديالي كيحمصي في الصيف كيبقى تيبان لي واحد البقعه سوداء. ومشيت عند واحد المعشابه وعطاني واحد الخريط واحد عشوب عين خلت في الغبره قال لي بقى تخلطهم مع الكحول مع الكحول وكان دانهم وكان خليه حتى ينشف وكان وما عطاش شي نتيجه مزيانه. عاوتاني مشيت عند واحد الطبيبه ديال رجل هنا في السبيطار مولاي علي شريف عطاتني واحد التحليله قالت لي ديرها ديال ليباتيت مشيت درتها ب 300 درهم وعاود رجعت عاوتاني عندها عطتني عطيك هذيك التحليله قالت لي راه التحليله راه مزيانه وخرجت لي فيديو شي واحد الطوموبيل مع واحد الكينات ولكن ما كانت لا اجابه لا والو. بقعه سوداء ولا بيضاء؟ بقعه سوداء حلاق بقعه حلاق في يدك بجوج بقعه حلاق ولا بحال حيت الا مشيت للحمام ودوزت عليها الكيس كترجع حمراء في يدك بجوج كحلاق هي في يدي بجوج غير في المرافق ديالي. ما تتقشر ما والو تتقشر هذا تنظن ليس ماشي براس ماشي براس تبقى غيكون واحد 80% ما يسمى بالصدفيه لان قال لك سوداء ولا حمراء تتولي حمراء ومن بعد تتقشر ليس البراس لان البراس كما قلت هو تتولي البقعه بيضاء بحال الحليب. ناخذ اخر مكالمه معنا في الحلقه ديال اليوم. عتيقه من مدينه الدار البيضاء، اهلا وسهلا بك عتيقه. السلام اختي كدير، شكرا على هذا البرنامج بزاف ونشكركم استفدنا منكم وعرفنا بزاف الحوايج. مرحبا عتيقه شكرا لك. الله يخليك. بغيت نسول الدكتور، كانت الدريه عندي 3 سنين رد ليها البرص ديالها في التيبي ديالها. نعم. وديتها على الطبيب عادي وقال لي راه البرص هذا ايوا عطانيها الطماطه. نعم. ايوا المهم باقي هو ولكن ما دهنا ما حتى حاجه باقي كما كان. نعم. دابا شحال في العمر ديال بنيتها؟ يلا دخلت المدرسه هذا العام. دابا شحال 8 سنين. نعم يعني تقريبا هذه المده ديال 4 سنين. نعم وما تزادش. لا ما تزادش. دابا شنو السؤال ديالك عتيقه؟ بغيت غنشوف زعما كاين واش ندير لها شي. نعم عتيقه؟
سنين للاسف انقطع معها الاتصال، ولكن الحمد لله يعني 4 سنين وبقى فقط في ديك المنطقه اللي كان فيها في الاول يعني ما تزادش. بالفعل دونك يجب التشخيص، يجب التاكد بانه البارات، خاص تقلب واش عندها مثلا في اللور، في اللور ديالها ما بين السديه ديال ليتاس مصاص ديالها. اون جينيرال بالنسبه لعند الى 3 سنين دونك 4 سنوات ودابا عندها 3 سنين وقالت لك ما تحرك ما كبرت ما والو، هذا تيكون عنده ما يسمى ان بون برونوستيك، زعما راه من الانواع اللي يمكن العلاج ديالها. نعم، شكرا لك دكتور عبد الله مرتقي، طبيب اخصائي في الامراض الجلديه والشعر، على كل النصائح والنقاط اللي وضحتيها لنا.